السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا درتو للناس اللي ما كيترينيوش، الناس اللي كتجيهم الرياضه صعيبه. هذه هي الفرصه ديالكم باش نتوما تقدروا ترينيو هاد التمارين الساهلين بزاف، يعني اي واحد يقدر يديرهم. كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه غادي تبداو بها هي التسخينات، يعني غادي تسخنوا الجسم ديالكم لمده ديال 3 دقائق باش الدم يدور مزيان في الجسم ديالكم. هاد التمارين اللي غتشوفو معايا اليوم يقدروا يديرهم ناس كبار ولا صغار وغير في الدار، وحتى الدراري ديال الرياضه المدرسيه. تشوفوا معايا غادي تجريو في بلاصتكم وبشويه، ودابا بقاو معايا باش غادي ندوزو للتمرين الاول. كيف ما كتشوفوا معايا اصدقائي، هذا هو التمرين الاول اللي كيخدم عضلات الجسم كامل، يعني اليدين رجلين، واكثر حاجه كيخدمها هي عضلات القلب. يعني كما كتشوفوا معايا التمرين سهل جدا، كتهز يديك الفوق ورجليك حتى هما كتحلهم بجوجهم بهذه الطريقه هذه، يعني سهل 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 بزاف هذا التمرين. يقدر يديرو يعني كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، اي واحد يقدر يدير هذا التمرين هذا، وحتى التمارين اللي جايين حتى هما غادي يكونوا ساهلين وكلشي يقدر يديرهم. هاد التمرين غادي تحسبو من 1 حتى 10 3 ديال المرات، وترتاحو ما بين كل مرة ترتاحو 10 ثواني، واللي ما قدرش انه يديرهم في دقة واحدة يعني يديه ورجليه يقدر يفرقهم، يدير يعني يهز يديه بوحدها وعاد يدير رجليه عاوتاني بوحدها. ودابا غادي ندوزو للتمرين الثاني. هذا هو التمرين الثاني اصدقائي، كيف ما كتشوفو معايا فهو التمرين نقدروا نعتبروه اسهل من التمرين الاول، حيت كتخدم غير برجليك كما كتشوفوا معايا، كتنقص وكتزيد لا منيه عاوتاني اليسريه، هي كتبقى غادي بهذه الطريقه هذه سهله 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 سهله. يعني راه اللي ما بغاش الخوت، اللي ما بغاش يتريني، يعني هذوك النعاسه وهذوك المعكازه غير الا ما بغيتوش تريني. ودابا جبت لكم اسهل التمارين. هاد التمرين كيخدم عضلات القلب ورجلين، وغادي تحسبوا من 1 حتى 10 3 ديال المرات، وترتاحوا 10 ثواني ما بين كل مره. ودابا غادي ندوزو للتمرين الثالث اللي كيخدم عضلات الارجل. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو السكوات، يعني الناس اللي كيترينيو راه كيعرفوه، غير هذا بالنسبه للمبتدئين، حيت كنديروا كرسي من مورانا كنهبطو نجلسو في الكرسي ونطلعو ويدينا تنحلوهم الفوق باش تنخدمو عضلات الكتفين. اوكي، يعني التمرين سهل حتى هو هذا بزاف، يعني ملي كديرو كرسي موراكم كتحسو بواحد السهولة تامة لهاد التمرين، وكتخدمو فيه يعني كما قلت لكم عضلات الارجل والكتفين. التمرين الرابع يا اصدقائي هو التراكسيون. غير هي التراكسيون هادي ديال الناس المبتدئين، يعني كاع الناس اللي كتجيهم تراكسيون صعيبه، فانتوما تقدروا تخدموها بهذه الطريقه هادي. كتحطوا ركابكم في الارض وكتهبطوا على قدر المستطاع ديالكم، يعني الا قدرتوا تهبطوا غير شويه وطلعوا راه مزيان، قدرتي تهبط حتى تقرب تقيس الارض هادي احسن حاجه، المهم انتوما وجهدكم. وحتى هو غادي تحسبوا فيه من 1 حتى 10 3 ديال المرات، ولكن دابا غادي ترتاحوا 20 ثانية ما بين كل مرة. دابا غادي تحسوا بأنه التراكسيون أسهل تمرين اللي غادي تخدموها بالطريقة هذه، وغادي تعاونكم باش مستقبلا أنكم توليو كتخدموها بلا ما تحطوا ركابكم. التمرين الخامس يا اعزائي غادي تخدموا به عضلات البطن، يعني الكرش ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا فهو اسهل تمارين ديال البطن هو هذا، يعني كتشكاو بهذه الطريقه وكتطلعوا كتقيسوا ركابكم وتهبطوا بشويه ما تضربوش. التمرين اسهل ما يكون كما قلت لكم الخدمة ديال الكرش هو هذا، وتا هو غادي تحسبوا فيه من 1 حتى 10 3 ديال المرات غتعاودوها، وترتاحوا 10 ثواني ما بين كل مرة.
آخر تمرين يا أصدقائي هو هذا، يعني هذا تمرين ديال المقاومة. تحاول تقوم فيكسي بحال هكا المدة ديال 10 ثواني، وارتاحوا 20 ثانية ما بين كل مرة، تعودوها 3 المرات. يعني هذا تمرين كيخدم جميع عضلات الجسم، صراحة تمرين زوين بزاف. اللي جهد تمرين صعيب فهو يقدر يبقى على قدرة الجهد ديالو حتى يعيا وعاد يحبس. المهم انكم تخدموه حيت كيخدم مزيان عضلات اسفل الظهر، وحتى الكرش كيخدمها مزيان. هذا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى كاع الناس اللي ما كيترينيوش يديروا هاد الخدمة هادي وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستفد معنا، وميعادونا الفيديو القادم ان شاء الله. وتهلاو ليا فراسكم، ورمضان مبارك سعيد على الجميع.